فيلم تاريزا مين بار. تبدأ قصة الفيلم بمجموعة مدرسين هم دا يذيعون درجات طلاب الصف، وكل الطلاب جايبين درجات عالية ما عدا طالب واحد تكون درجاته كل السيئة، وهذا الطالب يكون اسمه إيشان. ويكون إيشان ما يحب التعليم ولا المدرسة وما يحب يدرس أصلا، وهو يترك الدرس ويبقى يلعب بمجرى المي لحد ما ينتهي الدوام. فيجي سايق الباص وياخذه ويركبه بالباص، وهم كانوا دائما يتأخرون بسببه. وتكون ويا إيشان الشهادات المدرسية، لكن هو يشمرها للكلاب حتى يشق جوهن، وبالتالي أهله ما راح يعرفون بدرجاته. وبسرعة يصعد للبيت مالته ويلقى أكل ويأكل مباشرة، بس والدته تضربه على إيده لأن هو ما غسل إيده قبل ما يأكل. بس إيشان ما يهتم لكلامها ويبقى يأكل، وراها يروح يغسل إيده ويعوف بور المي مفتوح، ويبقى بملابس المدرسة ويطلع ويلعب ويا الكلاب اللي موجودة بالشارع. لكن فجأة يتعارك ويا واحد من أصدقائه وصديقه يضربه ويأذيه. بعدها إيشان يهرب لبيتهم، لكن لما يصعد يكسر كل زرع أهل صديقه، وهنانه يصعد على سطح البناية ويبقى يبكي بسبب الألم. ولما ينزل يلقى أم صديقه وهي تشكي منه لأن هو كسر الزرع مالتها، وتبدأ تغلط عليه قدام أهله. وأبوه لما يعرف يبدأ يضرب بيه لأن عباله هو الغلطان. وأبو إيشان يهدد زوجته ويقول لها إذا سمعت إيشان مسوي مشكلة ثانية فأنا راح أدخله مدرسة خارج المدينة. بعدها أبو إيشان يحضر غراضه على مود يسافر برحلة عمل، وهنا والدته تكون هي المسؤولة على أمور البيت وشؤونه. ولما يجي صباح ثاني يوم تقعد أم إيشان من النوم وتقعد أخو إيشان وتحضره للمدرسة بشكل طبيعي، لكن إيشان يبقى نايم وهو كسول ومتأخر على مدرسته، وهو ما كان يريد يقعد من النوم أصلا، بس أمه جبرته إنه يقعد وتبدأ تحضره وترتبه حتى يروح. وكل هذا فإيشان ما كان مهتم للي يصير لأن هو مسوي نفسه عالم خيالي عايش بيه، ويتخيل إنه هو عايش بغير كوكب وبغير ناس، والحياة يما تخيلية بشكل كامل. ولما يروح للصف مالته المعلمة تطلب من عنده إنه يقرأ جملة بنص الدرس، بس هو ما يقدر يقرأ ولا كلمة، والسبب هو إنه إيشان يشوف الحروف بشكل صحيح قدامه. ولما يبوع عليها تبدأ تتخربط، فتبقى المدرسة صيح عليها وتطرده خارج الصف. ولما يخلص الدرس يطلعون أصدقائه من الصف ويبقون يضحكون ويتنمرون عليه ويقولوا له أنت غبي وما تفهم شيء. وبهاي الأثناء يبدأ درس ثاني وهو درس الرياضيات، واللي مفروض يرجع الشهادة للمدرسة ولازم تكون موقعة من قبل ولي أمره، أو أيضا مطلوب من عندهم واجبات منزلية سابقة، لكن إيشان ما كان مسوي أي شيء من عندهن. وبسبب هذا الشيء يهرب من المدرسة ويبقى يتمشى بالمدينة لوحده ويبوع على كل شيء ويحس بالمتعة بالأشياء اللي دا يشوفها. بعدها يرجع وينام بالباص لحد ما يخلص دوام المدرسة، وهنا يرجع للبيت. وكالعادة والدته تعاني وياه حتى يحل الواجب المنزلي وتحاول انه الدرس اي شيء لكن بدون فايدة. ولما يجي الليل ينامون كلهم من عدا إيشان، وهو يبقى قاعد ويروح الأخوة قاعدة من نومه ويطلب من عنده انه يكتب له رسالة اعتذار للمدرسة لان هو غاب من المدرسة لانه ما كان محضر الواجبات المنزلية ولا كان منطي شهادته لأهله. واخوه لما يسمع يرفض يكتب له هاي الرسالة، لكن إيشان يتوسل بيه إنه يكتبها، فأخوه ينجبر إنه يكتب له الرسالة اللي يريدها. ولما يجي صباح ثاني يوم يروح إيشان ويقدم الرسالة لمدرسة الرياضيات، ويطلع عنده امتحان مفاجئ. وقبل ما يحل أي مسألة يبدأ يشوف الأرقام وهي تتحرك قدامه، وهنا يعجز عن قرايتها فيكتب حل عشوائي، وهو يكون كلش فرحان ويتباهى قدام زملائه لأنه عباله حل صحيح. أبهاي الأثناء يجي أبوه بعد ما رجع من السفر، فيقعدون يجتمعون على طاولة واحدة، ويروح إيشان حتى يضم رسالة الاعتذار اللي كتبها أخوه للمدرسة، لكن بدون ما يدري يضمها بالجرايد اللي كان يقراها أبوه. وللأسف الرسالة تصير بعيد أبو إيشان، ويعرف أن إيشان هرب من المدرسة وراح للشارع، وعرف أن درجاته ضعيفة فيبقى يضرب بيه ويلومه. وبعدها يروحون للمدرسة ويعرفون أنه هو فاشل وجايب درجات سيئة بكل المواد، وإدارة المدرسة تقول لهم إحنا طلبنا ولي أمره بس ما حد إجا من عندكم. وبوقتها المديرة تقول للأب إذا إيشان ما نجح بهاي السنة فأنا راح أضطر أطرده من المدرسة بشكل نهائي لأن هو واضح انه يعاني من مشاكل عقلية، وتقول له اذا يعاني من هاي الاشياء فهاي المدرسة ما راح تفيده ولازم انت ترسل المدرسة خارج المدينة اتعالج مثل هيك حالات. فيضطر والده انه يدخله بمدرسة مختصة على مود يتعاملون وياه بشكل خاص، وايضا على مود يجبروه على التعليم. وإيشان لما سمع بقى يبكي، هو ما يريد يروح لهاي المدرسة، فاهله يجبروه ياخذوه. ولما يوصل المدرسة بعدها يتركوه لوحده ويروحون، فإيشان يتأثر ويبقى بحالة صدمة واكتئاب لان هو الاول مرة بحياته يبقى لوحده، وهو ما كان يقدر ياكل ولا ينام
يوم بسبب الاكتئاب اللي اصابه، وبعد مرور اول يوم يحاول يتاقلم ويا حياته الجديده، لكن للاسف ما يقدر يسوي اي شيء لان والدته كانت تساعده بكل شيء ومتولي اموره بالكامل. وبهاي الاثناء يحضر اول درس للغه، ويكون المدرس طالب من عندهم قصيده محدده، لكن هو ما يعرف يقول اي شيء ويقول كلام غير مفهوم، والمدرس لما يشوف كلامه مو صحيح يعصب عليه ويرزله، فيقوم طالب ثاني ويبدا يشرح له القصيده بطريقه صحيحه ومفهومه. وبعد ما يخلص الدرس يجي زميله اللي شرح القصيده ويقول له انه انت قلت المعنى بطريقه ثانيه، لكن هاي الطريقه ما يريدها المدرس. وهنا تستمر معاناة إيشان بالدراسة، وهو قام ما يعرف يركز حتى بالرسم اللي كان هو هوايته، فيجي عليه المدرس ويضربه وهو بقى يتألم ويبكي. ويبقى إيشان ما فاهم شيء بالدراسة ويشوف الحروف وهي تتحرك قدامه ويبقى عاجز عن قرايتها، وبخياله الأرقام تطير من الكتاب وما يقدر يفهم أي شيء ولا يتقدم بدراسته. وكل الطلاب والمدرسين يقولون عليه هو فاشل وما يفيد بأي شيء، وكانوا يضحكون عليه ويسهزئون به بسبب مستواه الضعيف. وبأحد الأيام يجون أهله عليه حتى يزوروه، بس يتفاجئون لما يشوفون حياته جاي تدهور أكثر من السابق، وهو يكون رافض يقابلهم لأن هم تركوه لوحده. وأبوه ياخذ إذن من الإدارة حتى يقضي وقت ويا إيشان، بس إيشان ما حكى أي شيء وياهم ولا ياخذ من عندهم الهدايا، وهو انعدمت مشاعره تجاههم بالكامل. وبعد مرور وقت بسيط يرجعون للمدرسة مرة ثانية، وكالعادة يتركوه لوحده ويروحون، وهو ما يظهر أي ردة فعل تجاههم ولا يتأثر بأدائهم، ويستمر الوضع على حاله لحد ما يجي يوم يكون عندهم درس فنية، وإدارة المدرسة تقول لهم إنه مدرسهم الأصلي سافر وراح ياخذهم مدرس مؤقت لحد ما يجي مدرسهم. ويبدا المدرس الجديد يعرف عن نفسه واللي يكون اسمه نيكون، وهو لابس زي تنكري مضحك وكان يعزف ويرقص وياهم، والطلاب يحبوه بسرعه والكل يكون فرحان بوجود هذا اليوم ما عدا ايشان. وبهاي الاثناء يبدا المدرس يوزع عليهم اوراق ويطلب من عندهم انه يرسمون اللي يحبوه بهاي الورقه، والكل بدا يرسم اللي يتخيل عقلهم بدون اي قيود الا ايشان، فهو يبقى قاعد بدون ما يرسم اي شيء ولا حتى يلزم فرشه الرسم. ويستغرب المدرس من كميه الهدوء اللي هو بيها، وهو اصلا كان رافض الكلام ويا المدرس وزملائه. ولما يجي الليل ام ايشان تتصل بالمدرسه حتى تطمن على ابنها، ولما يحكي وياها ايشان تقول له احنا ما راح نقدر نجي بالاجازه لانه اخوك عنده لعبه مهمه واحنا لازم نحضر بيها. فايشان يدمع ويعوف التليفون مفتوح ويمشي بدون ما يحكي اي كلمه ويا امه ولا حتى يودعها. ولما يجي يوم جديد نعرف انه نيكون ناوي يضم كل رسومات طلابه، فصديقه يقول له انت ليش محتفظ بهاي الرسومات وليش ما ترميهن وتتخلص من عندهن؟ فنيكون يقول له انه هاي المدرسه مو سيئه مثل مدرسه المعاقين اللي كنت ادرس بيها، لانه بهاي المدرسه نعلمهم الانضباط والالتزام مو بس الرقص والعزف. او لما نيكون يتمشى بالممر يكون ايشان متعاقب قدام طلاب الصف كلهم، فيبقى نيكون ينتظر فرصه الدرس تجي على مود يحكي ويا صديق ايشان اللي اسمه ايتش. ولما يحكي وياه ويسال عن حاله ايشان، ايتش يقول لنيكون انه ايشان عنده مشكله بالقراءه والكتابه، وهو دائما يحاول يجيب درجات عاليه لكن هو كل مره يفشل ويتعاقب. ونيكون لما يسمع يرجع فورا للمكتب مالته ويطلع دفتر ايشان ويبدا يدقق بالكلام اللي مكتوب. وراها يروح نيكون للمدرسه اللي كان يشتغل بيها ويشوف صديقته ويقول لها انا قابلت نسختي الصغيره لانه انا عندي طالب يذكرني بنفسي لما كنت صغير، وايضا يقول لها اذا عفته فهو راح يضيع مستقبله. لكن نيكون يحصل التشجيع من صديقته، ولما تجي العطله يكون اكو عرض خاص بمدرسه نيكون القديمه، ونيكون يفرح بانجازاته وتعليمه لهاي الطلاب. وبهذا الوقت يكون ايشان بوحده بالمدرسه لانه اهله ملتهين بلعبه اخوه. او قبل ما يروح نيكون للمدرسه يمر على بيت اهل ايشان ويطلب من عندهم دفاتر المواد اللي كان يكتب بيها ايشان، واهله يستغربون من طلبه. ونيكون لما يشوف دفاتر الرسم ينصدم لان عرف ايشان يرسم رسم رهيب، فيبقى يبوح على الدفاتر ويقول لهم انه اكو حروف كبيره هو كاتبها غلط. ومعنى هذا الكلام انه ايشان مو متقصد يكتب غلط، وانما هو فعلا عنده مشكله بالتمييز بين الحروف نفسها. فابو ايشان يقول له لا تقنعني بهذا الكلام لانه انا اعرف ابني كسلان وما يحب يقرا. فيقوم نيكون ويجيب لعبه مكتوب عليها باللغه الصينيه ويقول للاب اقراها، والاب يحاول لكن ما يعرف يقرا ولا شيء، ويقول له انا ما اعرف صيني ومو دارس هاي الماده. فيبدا نيكون يصيح عليه ويقول له انت كسلان وما تعرف تقرا. ونيكون سوى هذا الشيء بهدف انه يفهم الاب انه ابنه عنده مشكله اسمها عسر القراءه من عدا الارتباك اللي صابه، وايضا بسبب تراكم الملامه عليه خلته يفقد الثقه بنفسه. ونيكون يفهم الاب بالطريقه العلميه ويقول له انه ايشان عنده خلل عصبي ممكن يصير لاي بشر، لكن هو ماهر بالرسم. فابو ايشان يقول له حتى لو ابني ما يعرف يقرا الرسم بشنو راح يفيده؟ وهنا المدرس ينصدم من طريقه تفكير الاب، وهو كان كل همه انه ابنه يصير شاطر بدراسته حتى يحقق احلام الاب، وهو ما كان يهتم لاحلام ايشان وصحته. فالمدرس ياخذ دفتر الرسم ويرجع للمدرسه حتى ينطيها لايشان يرسم بيها. ويبدا المدرس نيكون يحكي كل طلاب الصف عن قصه الطفل اللي كان يعاني من مشاكل بالقراءه والكتابه، وكان الكل يقول عليه فاشل لحد ما فاجئ العالم كله بذكائه.
وهو يكون دا يحكي عن العالم اينشتاين وحكي عن بقية العلماء اللي كانت عندهم مشاكل بالقراءة والكتابة، وهم كانوا يكتبون الكتابة بالعكس، بس هم كانوا ماهرين واخترعوا اشياء العالم اعتمد عليها. ويكون ايشان دا يسمع الحكي وهو تحمس كلش، فالمدرس يطلب من ايشان انه يفتح الضوء، ولما يفتح الضوء يسأل الطلاب من اللي اخترع الضوء وخلى العالم ينور بالكهرباء. فالاول مرة ايشان يجاوب ويقول العالم توماس اديسون، ويبقى يحكي المدرس عن علماء يشبهون حالة ايشان. وورا ما تخلص القصة يطلب انه يحكي ويا ايشان، او بالفعل يحكي وياه عن نفسه، ويقول له انه اكو واحد اسمه نيكون، وهو من كان صغير كان ما يعرف يقرا ولا يكتب، وهسه هو صار مدرس ناجح يدرس الطلبة بشكل جيد ومبتكر، ويقول له انه يعرف حالتك ولا تفقد الامل. ووراها كلهم يطلعون يلعبون، وايشان يتشجع ويسوي من الشغلات البسيطة طيارة تطوف بالمي، وكل الطلاب ينبهرون منه، والمدرس ياخذ الطيارة ويحتفظ بيها ببيته. بعدها يروح المدير المدرسة ويقول له عن حالة ايشان وشنو اللي يعاني من عنده، فالمدير يقول له معناها راح اقدر ارسل المدرسة خاصة. لكن هنا يتطوع نيكون ويقول له انه اني اقدر احسن سلوكه، بس كل اللي اريده من عندك انه تتجاهلون خطه وكتابته، وانتو دائما امتحنون شفهي، واذا نجح فمعناه تحسن سلوكه وما راح ننجبر انه ننقل المدرسة ثانية. وهنا المدير يوافق ويبدا نيكون يدرس ايشان، ويكتشف انه هو ذكي جدا بس هو محتاج طريقة تدريس خاصة. وبمرور الايام يبدا ايشان يتحسن بسرعة، وفجأة تيجي فكرة للمدرس نيكون وهي انه يسوي مسابقة رسم جماعية للمدرسة. وهنا يجابوا ايشان ويحكوا ويا نيكون ويقول له ان احنا قرينا على موضوع عسر الكتابة وفهمنا حالة ايشان بالكامل وشنو اللي مطلوب من عندي اسويه حتى ادعم ابني واشجعه. فنيكون يقول له اللي محتاج ابنك بسيط، وهي كلمة تحفيزية، او الصفقوله ويشجعوه على ابسط شيء. ولما يطلع الاب شاف ابنه واقف قدام اعلان الرسم ودا يقراها، وهاي اول مرة ايشان يقرا بشكل طبيعي، فالاب يبكي على معاملته السابقة لابنه، وبعدها يعوفه ويروح. وهنا يجي يوم المسابقة ويجمعون كل الطلاب حتى يرسمون، ونيكون كان يدور على ايشان لكن ما يلقى، ولما يسأل ايش عنه يقول له انا ما شفته من الصبح، ويبقى نيكون قلق كلش. وفجأة يجي ايشان، ونيكون يروح وينطي اللوحة والالوان اللي جابوها اهله هدية اله، والكل بدأ يرسم حتى المدرسين. فينعزل ايشان بمكان هادئ على مود يتوسع بخياله ويرسم، ولما يخلص ينطي اللوحة لنيكون، ونيكون ينبهر بيها هواية، ويكون ايشان راسم نفسه قدام بحيرة والبحيرة مليانة بالسمك وداير ما يدور طيور وسماء. وبعد وقت طويل الكل يخلص رسم، فتجي لحظة اعلان الفائز، وبالتأكيد يكون ايشان هو الفائز بالمسابقة، ويبدأ الكل يصفق له ويفرح اله، وايشان يبقى يبكي من الفرحة ويركض على نيكون ويحضنه. او يجون اهل ايشان للمدرسة، والمدير ينطيهم مجلة المدرسة اللي عليها صورة ابنهم لان هو فاز بجائزة الرسم، واهله يعرفون انه نجاح ايشان بسبب نيكون. وبمرور الايام ايشان ينجح بالمواد اللي درسها الى نيكون، ويبقى ابوه يبكي من فرحته بابنه. وبهيجي حالة نيكون انقذ ايشان من ضياع مستقبله، لانه العالم لا فهمه ولا فهم مرضه. هذا حسابي على الانستغرام، تابعوني وارسلوا لي اي فيلم يعجبكم، وشي اكيد راح افرح كل شهوايه باقتراحاتكم. ولهنانه تكون نهايه الفيلم.